إذن مشاهدينا، بين أسنان القرش الفتاكة وألسنة اللهب الحراقة تتعاظم المخاوف في مصر من أن يؤثر ذلك على قطاع السياحة وأن يكون له تداعيات على هذا القطاع المهم الذي بدأ رويدا في التعافي بعد تجاوز أثار جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن تسجيل مصر أكبر عدد من السياح في تاريخها خلال شهر أبريل المنصرم. ووفق بيان الحكومة المصرية، استقبلت مصر 7 ملايين سائح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بينهم 1,035,000 سائح خلال أبريل الماضي فقط، وهو أعلى مستوى سجلته مصر خلال شهر واحد في تاريخها. وتستهدف القاهرة استقباله 15 مليون سائح خلال العام الجاري و20 مليون سائح بحلول العام المقبل، في حين تتبنى خطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنويا بداية من العام 2028. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.